سميتي كريم كروت، عندي 33 عام. بديت لا كارير ديالي على لاج دو 21 عام اون طونك بروف دون ان ليسي بوبليك. خدمت 3 سنين في الجنوب ديال المغرب، بلو اكزاكتومون في واحد المدينه، واحد بلاصه سميتها اساساك، تقدروا تكونوا تسمعوها في حوال الطقس. جوست بو فوتر انفورماسيون، اس مدينه وزاك مدينه وبيناتهم 80 كيلومتر، تيلمون داكشي بعيد. خدمت 3 سنين تمايا، اي ابخي خدمت 3 سنين في لا ريجيون ديال قنيطره، جي ديميسيوني et je me suis lancé dans le monde de l'accompagnement des jeunes. J'ai fait une formation de coach, puis après d'autres formations parallèles pour compléter ce que je fais. Depuis 2012, mon travail à plein temps, c'est d'accompagner les jeunes. Quand je suis dans le cabinet dialytique, j'ai aidé des jeunes en individuel. Quand je suis dans des entreprises, dans tout ce qui est accompagnement à l'intégration des jeunes recrues. Je suis dans le cabinet dialytique, qui va chez nous avec le saut de la craie, وكيفاش كنهضروا في القسم وفي الساحه وفي الزنقه، كيفاش غنوليو نهضروا ونتعاملوا وسط لونتربريز، سكون ابل لي بون مانيير بروفيسيونيل. اي تنخدم عاوتاني مع دي زورغانيزاسيون انترناسيونال، جي لوكازيون دو فينيغ ايسي با مال دو فوا بور دي فورماسيون سو تو سكي تكنيك دو ريشيرش دومبلوا مع واحد لا فونداسيون امريكان سميتها ايدوكيشن فور امبلويمنت، ودابا تنخدم عاوتاني مع اليوسايدي في واحد لو بروجي سميتو كارير سنتر. Et avec deux hommes, j'ai eu l'occasion de travailler avec Ali Bougma dans l'émission de Wesh Fintoura. Il y a des lectures de Oui. On fait le tour du Maroc des lycées. Ou avec Rizlan Gabari dans la radio. Et puis avec Aziza Layouni dans l'émission de Kif Alhal. Donc, la première idée, c'est de dire qu'il y a un site internet. Il y a des gens qui s'utilisent. ساشون كو الناس في لاج ديالكم خصهم يستعملوه براتيكمون كل نهار. غادي نقولو ليكم، عافاكم جبدوا ورقة وستيلو باش تكتبوها، ولا التليفون في مكان صافي. الوغ 3W.GO O G L E.com. Now? C'est Google.com. Ça fait? ما كيصلحش غير باش تكوبيو شي حاجه بور لا كولي باش تعطيوها للبروف باش يعطيكم نقطه، سا سير ا فير انورميمون دو شوز. علاش قلت لكم هاد الشيء هذا؟ حيت بزاف ديال لي جون تيصيفطوا لي دي ميساج سور فيسبوك ولا في انستغرام ولا في سناب شات، وي مو بوز دي كيستيون اللي كون سولهم في جوجل غيجاوبهم 100 مره احسن مني. مي اون بريفير هذيك القضيه ديال العكز ديال شي واحد يعطيني شي حاجه بلا ما فيا ما نديرها انايا. وهذا هو كما تيقولوا لي زاميريكان البانش لاين ديال هاد ديال الحياه. هو واش انت ولا انت مستعد انك دير 20 مره داكشي اللي كتنتظر تاخد. بزاف ديال الناس غتلاقاوهم في محاضرات ديال هادشي ديال ديفلوبمون بيرسونيل، غادي يهضروا لكم على غمض عينيك حلم بشي حاجه راه غتجي لعندك، بقى تسنى راه غتجي لعندك. باش تقدروا توصلوا في اي دومين بغيتو. انا فاش كنت نخدم في الجنوب ديال المغرب كنت نقرا في كازا، كنت نسالي الخميس مع ربعه، كنشد الكار مع الخمسه، كيوصل بيا لكازا لغد ليه مع السبعه الصباح، كنقرا الجمعه والسبت والحد، كنسالي مع الربعه، كنشد الكار عاوتاني، كنصبح عاوتاني في اساساك، تنخدم مع التمرين. اي سي سا لا كلي، كاين لا سر لا تحارب، كاينه الخدمه. إلا كانت عزيزة العيوني هنايا سي غراس ا سون ترافاي، أنها في واحد الوقيته دوني خدمات أكثر من الناس اللي معاها في هذيك البلاصة. سي بور سا كيل سي كيل ا بو سو ديماركي، حيت بور غيوسيغ إل فو دو شوز لا تالت لهما، خاص تكون بريباري وخاص تكون أون أوبورتينيتي. إلا ما كانتش لوبورتينيتي توي بريباري راك تتساين، سي با غراف، المهم درتي اللي عليك. إلا جات لوبورتينيتي وكنتي ماشي بريباري، لوبورتينيتي ما كتساينش، ونهار غتوجد تلقى ما بقاش لوبورتينيتي. دونك خاص داك لوبورتينيتي مع لا بريباراسيون يتلاقاو فواحد لانستونتي. اي دوكو باش نضمن انني نتلاقى شنو خصني ندير؟
شنو خدمتي في هادشي لوبورتونيتي لو طراي في كي خدمتي لو طراي سي لا بريباراسيون سو لو فيت دتر بريباري طول الوقت pour l'opportunité. Et pour être préparé, il faut travailler. Et faut travailler dans tous les sens. Mais ça veut dire que travailler, il y a Khadim Azizak, travailler, il y a qui m'a dit Azizak, quand faire pour la semaine, on veut que nous allons nous apprendre le jour. Et on حل عينيا parce que l'apprentissage il se fait de la semaine à la chia, حيت دابا المشكل اللي عندنا فاش كندير دي فورماسيون à l'insertion professionnelle, تلقاو ان كلشي عنده CV. وكل شيء عنده سي في بحال بحال براتيكمون سبحان الله العظيم حتى في الوزير كتلقى لي ميم الوزير ليكتور فواياج سينما اخر كتاب قريتي انتيغون اي دونك فاش كنجي انا اون طوك ريكروتور تيوصلوني 20000 سي في كيتشابهوا شكون عزيز؟ ما إذا كان عندي الوقت غادي ندير سميتو هذا ما كانش نجمع شي واحد يعجبوني شي واحد ديستانكا بشي حاجه شي واحد دار الكابويرا بلاصه ليكتور شي واحد دار غيتار بلاصه سميتو دونك اون شيرش لي جون كي سو ديستانك لا كرياتيفيتي شي حاجه بيرسونيل شي حاجه عندك انت وما عندش الناس الاخرين في لونتروتيان واش عاوتاني اش غادي نقول بزاف ديال لي زيتيون ديو عندي 3 ستاج 2 ستاج ما عنديش ما نقول في لا بارتي فورماسيون اللي غنهضر على القرايه ديالي في لا بارتي اكسبيريونس علاش غادي نهضر Et là, fin que tu dis le savoir vivre, le fait, le savoir être, l'expérience de la vie. Enfin, je vais dire, tu as l'expérience d'elle, qu'elle n'a qu'à faire le quitter d'elle safe, qu'une petite capsule, d'elle un petit boulot, ben je me suis influencé, ben tu as une nouvelle idée, qu'on a besoin de l'octobre d'elle. Ça, c'est le plus. C'est ce qu'on appelle les compétences transversales, compétences que tu as mis la vie ou que tu as mis le chemin. Il y a des choses là qui nous aident à savoir. بزاف فيكم تيديروا هادشي كاين البنات اللي تيخدموا سوغ انترنيت تيبيعوا لي زارتيكل بامبورت سكو فو زالي فير اي حاجه كتقدر تكون اون فالور اجوتي ديالك في الخدمه اي انا جي لوكازيون ديت ريكروتور في بليزيور بروجي في توسكي اناليز دو بيرسوناليتي اي تيبان لك الفرق واحد الوقيته كنت درت واحد لوبيراسيون دو ريكروتمون مع ان جروب دو ريكروتور فيها 9 ايام من الصباح حتى العشيه اي غوسوفي دو مون تيكون نص ساعه اي تقدر خصك تكون ما تشوف وما تسمعش باش ما تبانش لك لا ديفيرونس عرفتي بلا ما تهضر غير مع الجلسه مع بونجور تيبان لك شكون هو لو بروفيل اللي غادي يكون مزيان شكون هو اللي ا شكون اللي بي شكون اللي بلوز او موان اي هادشي هذا سا سو ديفلوب كيفاش سا سو ديفلوب ا فوتر افي بار كوا كومونسي بار سوامي اي انا جو كومونس بار موا جو في كوا براتيكي كوا Développer des habitudes. Comment parler aux gens? Comment parler aux gens? Après, je pense que la première des choses, c'est le fait de se connaître. Se connaître. Il faut d'abord connaître ses points forts pour pouvoir, ses points faibles plutôt, pour pouvoir détecter un tout petit peu les sources là où il faut travailler. D'accord. Et par la suite, il faut on va dire, arrêter des objectifs, arrêter on va dire, une feuille de route oui. pour pouvoir les atteindre. D'accord, donc les habitudes et se connaître, oui. Se distinguer à travers quoi? C'est vrai. C'est vrai. اولا فاش كتكون لابس الصنداله ديال ماماك وتتبقى دوز من الدروبه الصغار باش ما يشوفك حد علاش باسكو الناس حنا علمونا ان الناس مهمين كاينه عندكم مثال باش نشرحوا هذه القضيه هذه كاين واحد البلاصه في الدار في كاع الديور تقريبا تقدر تكونوا ما تتعرفوهاش مزيان هي كاينه سميتها الصالون عرفتوها ياك تقدروا تكونوا جلستوا فيها شي مره فاش جاو الضياف فوالا وكاين عاوتاني في الكوزينه واحد الطباس الفوق هذوك محال واش كليتي فيهم كاع اهلا وسهلا وسميت الوالده ديالك بالصباغه ديال الضفر الله حتى تعطيهم العيالات في العراسات داكور سي فو بلي هادشي تيضحك سي فغي تيضحك ولكن راه هادشي اللي ربانا على ان الاخر اهم مني ان احسن تبسيط تناكلو فيه فاش يقول الاخر ان الصالون خصو يبقى مقاد الاخر دونك اي واحد اللي هو الاخر اون فوا كنتلاقى به كيبان لي احسن مني با ديفينيسيون حتى نشوف
حتى الا بان لي انا بشي شويه ماشي تلهي ولا كيهضر شي شويه ناقص ولا ما تايقش فراسو ولا ما عندوش فلوس ولا ما عندوش مستوى ثقافي عاد تبدا الثقه ديالي كتطلع. ما كاينش واحد لا كونفيونس ان سوا ديال ديبار كتكون عندنا باسكو انا جو كرو اون شوز هو اننا كاملين زادينا ب 100% ديال الثقه في النفس وتعلمنا كيفاش نفقدوها مع الوقت. حنا تنكبروا تيعلمونا سكوت انت ما تعرفش انت وتنبقاو نفقدوا ديك الثقه في النفس بهذه الثقافه هذه. دونك انا بالنسبه ليا اول حاجه خصنا نديرو قبل ما نبداو هادشي كامل اللي قلتوه ديال لي زابيتود هادشي كامل هو تهز واحد المسيطه كبيره وبدا تهدم في كاع دوك لي كرويونس. ملي تنقول كرويونس ما تنقولش المعتقدات تنهضر على الاعتقادات اللي رباوك عليها والديك واللي ما صالح والو. جوستومون اكسبليك حتى المساله هذه انا جيني دو طون على كومبروندر على نفهم الفرق ما بين المعتقدات والاعتقادات. ملي تتكلموا لي كوتش على المعتقد على الاعتقادات لي كرويونس سي دوك الحوايج اللي كتبنا لهم وتتعاود شي حاجه اكزاكتومون مزيان باش ما يتخلطش وانا في لي زيميسيون سي جانسيست دوسي باش ما يتخلطوش من فيها. داكشي علاش اللغه العربيه مش زوينه في هذاك التفريق في المصطلحات. المعتقدات هما المعتقدات اللي هما دينيه وهذا الاعتقادات هو تنعتقد ان اي واحد طول مني احسن مني تنعتقد انني غليظه ما غنجحش في الحياه. ما كاين حتى ايتود دارت حتى بلاصه في العالم كتثبت ان الرقاب تنجحوا اكثر من الغلاظ ان القصار تنجحوا اكثر من الطوال ما كايناش. دونك خصني نهدم هاد لاكويت. اخر فورماسيون كجي انيمي جات عندي واحد البنت او بو دو لا ثروزيام جورني حتى خرج كلشي قالت لي راه بغيت نسولك واحد السؤال ما قدرتش نسولك قدام الناس الاخرين. شنو هو السؤال؟ واش الاسم ديالي اللي هو البخينو يقدر ياثر عليا على الكارير ديالي؟ دونك اول حاجه عفاكم الناس هاد الناس اللي كتشوف فيهم كاملين وهاد الناس اللي غتلقاهم في لافاك دابا كاملين 99% ديالهم ما غتشوفوهمش من هنا 10 سنين ما تبقاوش تعاودوا تلاقاو بهم بتاتا. اي دونك سي دوماج ان واحد ما غنتلاقاش به من هنا 10 سنين غنتلاقى واحد عام عامين خمس سنين ماكسيموم يجي يبدل لي حياتي يبلوكيني ويمشي. هذا هو هذه الحاجه اللي عاونتني بزاف في الحياه باش قدرت نقصت واحد الصور باش دزت للجهه الاخرى هي الناس الاخرين ما سوقيش نتوما كاملين ما سوقيش. شنو كتقولوا فيا دابا؟ بتاتا. Et c'est ce qui me permet d'être en train de me faire. Parce que je suis souqué, Ficoum. Bien sûr, je suis là parce que souqué Ficoum, je suis là. Ou souqué, c'est ce que je vais dire. Mais je suis souqué, c'est ce que je vais dire. Et là, je vais vous dire une question. هو اننا علمونا واحد القضيه تعطيني مغلوطه ديال خصك تكون متواضع ياك شويه التواضع الانسان وي تكون التواضع راه حاجه التواضع ماشي هو تكون مدلول والتواضع ماشي هو تكون فقير وتجلس مع الفقراء التواضع هو تكون غني وتجلس مع الفقراء التواضع التواضع هو تكون واعر وتقول انني انا واعر في الحاجه وانني ضعيف في الحاجه وكنتعامل مع الناس ماشي هو شي بركه ديال القرايه وشي بركه ديال نو بوكو فاش غتمشي لان اونتروتيان دون بوجه تقول له شي بركه ديال الاكسبيريونس نو اي فو سو فوندر. دابا ملي كنقول لك كنعرف ندير شي حاجه صافي بادر انني تنقول لك انا احسن منك ولا احسن من الاخرين سي جوستو كان حنا عندنا التفاسير تبع بزاف ديال التحليلات قال هكا بغى يقول هكا حنا ديما عندنا فوالا عياقه قال هكا تيتصحاب راسو هكا بحال داك خونا اللي قالك غادي في الطريق وخسرت ليه الطوموبيل تشات له الرويده وخصو كريك ما لقاش باش يطلع الرويده ما لقاش الناس اللي غيعطيوه ما بغى يحبس له حتى واحد ويز بان واحد التيب باتلا لتحت قال له مشي عندهم طلبهم وبقى غادي في الطريق وتيقول تخيل دابا يمشي عندهم يقول له هذا اللي لابس كوستيم وما عندوش كريك في الطوموبيل وغيمشيو يبقاو يضحكوا عليا وبقى يقولوا ليا وغادي تيقول حتى قرب لحدا الناس وقف عليهم السلام عليكم قال لهم وداك الكريك اللي تعطيوني كلوه بزاف الحوايج كنديرو بعض المرات شحال مره كتكون غادي باغي تقول الاستاذ شي حاجه وانت غادي عنده كاع السيناريوهات الخايبين كيدوروا في مخك تترجع بحالاتك في نص الطريق. اي دونك كاين بزاف الناس عايشين في عقلهم عايشين داخلهم ما كاين حتى حاجه برا وعند بالو راه عايش باسكو لو سيرفو نو في با لا ديفيرونس اونتر كيك شوز اللي فكرنا فيها وش كيك شوز اللي عشناها ما كيفرقش. اي دونك الناس تعلموا ان الناس احترموهم قدروهم كاع داكشي اللي بغيتو ولكن ما تخليهمش ياثروا على حياتكم من اقرب الناس ليكم من والديكم. هنايا باش نشرح هاد والديكم ما عنديش الوقت باش نفصلها تفرجوا في واحد الفيلم سميتو مادر
مادر ام الام في امريكا خطير كيفاش ام دمرت الحياه ديال بنتها حتى صغيره وهذه تمثلها بواحد واحد مثال فاش كتبغي دير تيغالاخك شنو تيغالاخك رمي شي رمايه رمايه ديك بالنبله كما تنقولوا حنايا فاش كتبغي تجيبها في لو بوين لا سيبل لو سونتر شنو خصك دير اول ايطاب شنو هي فيزي ثاني ايطاب كونسونتري ثالث ايطاب تخيلوها كيفاش غنديري خصني نجر شنو خصني ندير في الاخر لاشي بزاف ديال لي بارون تيديرو كلشي الا لاشي تي بروشين دين لا ما يمكنش تحيد المجتمع غير هو المجتمع ديال اليوم صنعوه الناس ديال البارح المجتمع ديال غدا كيصنعوه الناس ديال اليوم دونك اوني اون تران دو سوبير واحد الواقع ولكن اوني اون تران دو كونستروي واقع واحد اخر بيان سور كون هذا السيد اللي جا قال لهم هذا الشيء ديال انا غنصايب بحال التليفون داه في المجتمع كون حنا مازالين تنصيفطوا البراوات لبعضياتنا فو ساكريفي واحد الوقيته غير هو ما تفهموش عاوتاني ديك حنا غادي نتعادى مع المجتمع غادي ما عرفتش غندير لا يفو ريستي بوليتيكمون كوريكت طريقه مزيانه وي بيان سور دونك طريقه مزيانه باش غادي نتعامل مع الناس غير هو كنحاول ندفع شويه لقدام الكلام اللي قال سي كريم جوستومون باش حتى نجاوبك شويه باش ما يتفهمش عاود انه نبغي نجرب كل شيء كنقدروا نفهموها بشي حاجه اللي ماشي هي كما قال كريم بوليتيكمون كوريكت يعني شي حاجه اللي ما خصنيش نديرها شي حاجه اللي منافيه للاخلاق ولا كريم ما تهضرش على هادشي كامل مثلا غير هو الناس كلهم اللي ينجحوا كيف ما هضر على مول ابل على الناس كلهم اللي خلقوا افكار جديده كلهم ناس اللي في الاول قالوا عليهم انت احمق انت دايور تو تالور الاخ اللي كان كيهضر على لو كونفورميزم حنا اون سوسيتي كونفورميست يعني كيخصني نكون بحالي بحال فلان شتي ولد عندك شتي شتا خصك دير بحالو بنت خالتك شوف كيفاش دايره خصك دير بحالها الناس اللي نجحوا في حياتهم ولا الخياط اللي انت كيهضر عليها هما اللي غتبقى اللي غتبقى تشوفي في عائلتك غتلقى شي واحد يقول لك هذاك كتبوا ولادكم نسيتوني في دماغهم هذاك بوحدو عندو العالم ديالو بوحدو دونك يفو اوزي فير دي شوز اوزي اكسبلوري دي زيدي اوزي بروبوزي دي شوز علاش لا شي حاجه اللي غادي نعرفها غادي تفيدني وغادي هذا ما نخافش يعني نفرضها ولكن تو دون ريستون هنا فين غادي يخدم الذكاء الاجتماعي تو فوا هذاك الذكاء الاجتماعي هنا فين غادي يبان باش غادي نعرف نخرج راسي مع دارنا مع والدي مع عائلتي مع هذا اون ميم طون غندير شي حاجه اللي كتعجبني نعطي مثال ديال الدراسه مثلا بزاف الوالدين تيبغيو ولادهم خاصك دير دوا انا عشت هاد المشكله مع والديا خصك حنا في لافامي جوريست خصك تكون جوريست ما تتبغيش انت دوا دونك تقرا و اون ميم طون اون باغالي كدير معاها شي حاجه كنعرف انا واحد السيده اشتغلت معنا والديها جبروها انها تقرا الطب خدات الدبلوم ديال الطب من بعد مشات لبنان قرات التجميل شوف الفرق ما بين الطب والتجميل ماشي الطب التجميل كان راك على التجميل ديال استيتيسيان كوافور او هما هذا فهمتي قرات حتى الوالده ديالو الدبلوم مشات دار داكشي اللي بغات يعني لقات بالنسبه لها هذه الطريقه اللي غتسلكها منها راه والديها ما غاداش تخلط معاها مشكل مي اون ميم طون ما حرمتش راسها من شي حاجه اللي هي بغاتها دونك سي دون سونس عند بالي اللي تنعرف انا هو اننا غنعيش حياه وحده ولحد الان حتى واحد ما خرج من الحياه حي ياك كتعرفوا شي واحد خرج من الحياه حي كلشي تيموت في الاخر اي دوكو كنعيشوا مره وحده جي اونفي دو فيف هاد الحياه اللي غنعيشها مره وحده 100% ماشي سون ليميت مي جوفي ايسيي ان تي بو دو بوسي لي ليميت شويه لقدام ماشي حيت والدي عاش واحد الواقع انا اوبليجي نعيش فيه ماشي حيت الكارتي اللي عشت فيه كلهم تيفكروا بواحد الطريقه كنخصنا هكا كنبقاو نفكروا بهذيك الطريقه ودوا شونجي سي دون سونس بوزيتيف نجرب اي حاجه ماشي هي نجرب داك الشيء حنا اي حاجه هي هكا لا تجي جرب اي حاجه بوزيتيف فاش كون جو كري اون انتربريز شحال واحد بغى يكري انتربريز وما عمرو يكري علاش لان عاودوا ليه كاع لي زيكسبيريونس خايبين الاخرين شحال واحد بغى يخرج يقلب على خدمه اش من خدمه يلا غادي هو كيبغي كيمشي صايب السيمي داك مول السيمي تيقول لك اش كتصايب انت فين غتخدم وتبقى غادي كايناش ما كاينش خدمه لقاها شوف فلان وفلان وكنبقاو غاديين في هاد لي ستيريوتيب بيان سور هي ما كايناش الخدمه لكلشي في العالم كامل ما كايناش خدمه لكلشي ولكن لي ميور تيخدموا ديما